إعلام الحوض، الموضوع الأساسي اللي رح نحكي عنه مع ضيفنا لليوم الدكتور إدمو عون، اختصاصي بالجراحة النسائية. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا بستوديو أخبار الصباح. جاي من الصيدا، كيف كانت الطريق؟ ما في شيء، طريق سهل كان. سبت حلوة الطريق من صيدا على بيروت. لو بنص الجمعة أخذت معي ساعة من جزين، مش من صيدا كمان. لأنه السبت ما بيكون في عجقة، لو بنص الجمعة كانت أخذت معك نص نهار. صح، أهلا وسهلا فيك. آلام الحوض، فإذن شو هي آلام الحوض؟ بس نحكي عنها بداية. آلام الحوض هي أساسا مرض شائع فعليا، كتير مصادفة عنا بالعيادة أو بالمستشفيات. كتير نسوان بيجوا بيستشيرونا عندهم آلام بالحوض. هلأ الألم هو وجع بأسفل البطن من تحت، أسفل البطن أكيد موجود عندنا الرحم، موجود المبايض، موجود الأنابيب، أكيد في عندنا المبولة، في عندنا مجاري الكلاوي، في عندنا المصارين، في عندنا الزايدة، هو كلهم ممكن يسببوا ألم بالحوض. ألم الحوض هو ألم بأسفل البطن، ممكن يمد للظهر، يعمل وجع ظهر كمان. أسبابه كتير عديدة يعني، كل بس كل عنصر من يلي سميتهم دكتور له سبب بيؤدي إلى مرض حوض أو ألم. واختصاص مختلف يعني، في إذا مسالك بولية. صح، بس نحن فينا نمكن نشخص الحالة. نحن إذا لقينا مثلا عندنا شيء بالمسالك البولية بنبعته للمسالك البولية، إذا عندنا شكينا بالزايدة بنبعته للجراح مبدئيا. طيب شو أسباب آلام الحوض بشكل عام؟ الأسباب الشائعة. الأسباب الشائعة في عندنا إذا بنقسمهم لثلاث أسباب إذا بدك نسائيا نحن. أول سبب هو في أشياء بسيطة بتسبب ألم حوض واللي هي ما في لها خلفية باثولوجيك، يعني خلفية مرضية. مثلا ألم الإباضة بنص الشهر مثلا، في كتير نساء بصير عندهم ألم نتفة صغيرة بسيط بالإباضة، بس تظهر البويضة من الكيس تبعها، بينزل نتفة مية مع نتفة دم بقلب البطن بسبب ألم، بترافقوا مع نتفة مشحات دم بفترة يومين ثلاثة. هيدي ألم إباضة بتصير على ميل الشمال أو اليمين حسب وين بتصير الإباضة، علاجها مسكنات مثلا، هيدي شغلة بسيطة. ألم الثاني من ألام الحوض مثلا ألم المعاد، الدورة الشهرية. صح. عادة بصير في كتير نساء أثناء الدورة الشهرية بصير في عندهم ألم، تشنج بعضلة الرحم تعمل ألم، خصوصي عند الصبايا اللي مش مزوجين ما عندهم اولاد بعد. عادة هودي كمان بنعطيهم مسكنات، بننصح يبلشوا المسكنات قبل بيومين ثلاثة من ترم الدورة. بعض الاحيان بنعطيهم حبوب منع حمل اذا ما بدهم يحبلوا، كمان هذا بيسكن وبروح كمان وجع الاباضة، لانه بس نعطي حبوب منع حمل بطل في اباضة طبيعية. وعادة بنقول لهم نحن بس تحبلوا وتخلفوا، اجمالا بصير في تلف للاعصاب اللي عم تعمل وجع بالهيدا، ممكن بتخف نسبة الوجع. هي وحده ثانيه. وحده ثالثه بسموه سندروم بريمونستريال، هودي كله ما في خلفيات كتير كبيره وراهم، يعني الم اخر 10 ايام من ترم الدوره هو عاده هيدا وجع ظهر، بيترافق مع وجع ظهر، بيترافق مع تحجير بالصدر، مع الم بالصدر، مع تورم بالاجرين، بصير في زياده بالقابليه للاكل، بصير في قلق، بصير في تعصيب، بصير يا رب تنجينا يعني. هودي كمان هذا نقص بشويه فيتامينات، ممكن نعطيهم فيتامينات، واوقات نقص بماده البروجستيرون، نعطيهم بروجستيرون بيمشي حاله. اوكي، طيب عم تقول ريوز هو العزه مش مرضيه، هو الشغله البسيطه. هلا الاوجاع الثانيه اللي لها خلفيات اكبر يعني. في عندنا الالم، الالام المزمنه، الالام المزمنه يعني ألم عندها عطول وجع بقلب البطن، هذه الحالة ممكن ساعتها بنحكي بالأندومتريوز اللي ذكرتها حضرتك، هجرة البطانة اللي هي البطانة تبع الرحم أو جدار الرحم. عادة بسطها كتير، إنه بدل ما ينزل دفء الدم كله من المعاد لبرا مع البطانة تبع الرحم، قسم إنه بفوت من خلال الأنابيب بيعمل إمبلانت يعني زرع بقلب البطن. هودي عادة بتجاوب مع هرمونات المبيض، بصير يعملوا نزيف داخلي بسيط يعني بقلب الحوض، بيعملوا التهاب مزمن انفلاميشن، وهالشيء بيؤدي لألم مزمن. وهالشيء ما له حل؟ أكيد كله له حل، عم نحكي نحن شو الأسباب. أوكي، الأسباب يلي أكبر شوي من الأمور البسيطة كده عم تحكي. الشغلة الثانية اللي هي كمان بتؤدي لألم مزمن، مثلا التصاقات بقلب البطن نتيجة لعمليات جراحية سابقة، جراحية عليفة على الرحم، كيس على المبيض، زي عملية الزايدة، السيزاريان ممكن، السيزاريان عمليات إذا بدك على المصارين، كلهم هودي كمان بيؤدوا لالتصاقات، هي كمان بيؤدي لألم مزمن. فاريس دوالي، مثل ما كيف في دوالي بالإجراء في فاريس حول الرحم كمان بيؤدي لألم مزمن. التهابات مثلا الكلاميديا اللي هو الالتهاب إذا بدك بنلقطه من خلال العلاقات، هون عم نحكي عن العلاقات الزوجية. عادة هيدا مشكلته الكلاميديا انه بيعمل ديفلوبمون ابابروي، يعني بيشتغل بدون اي عوارض تذكر، يعني الم بسيط بالبطن،
نتفة حرارة، شوية إزعاج، بس بنفس الوقت هو بكون عم يشتغل بيعمل التهاب جوا بقلب الرحم وبقلب الأنابيب، ممكن يؤدي لانسداد بالأنابيب، مشاكل عائم وألم مزمن بقلب البطن. هودي الأسباب إذا بدك الألم الأكبر. هلا إذا بدنا نحكي آخر شيء الألم الفجائي أو إذا بدنا الدولير إيجو الوجع كتير قوي كتير قوي، هون ساعتها بصيرنا بنحكي كيس على المبيض، ممكن يعمل تورشن التواء بالمبيض، ممكن يعمل نزيف او ينفجر بقلب البطن، يعمل الم حاد بقلب البطن، ممكن يعمل فيسيوريشن يعني يصير نزنز يعمل تشققات نزل المي بالبطن، او هو الكيس بحد ذاته بيعمل نزيف داخلي بقلبه كمان بيؤدي لألم. طيب دكتور يعني ما في عوارض واضحه الا بس وجع البطن مبدئيا او وجع الحوض ايه بس او اذا في نزيف ايه اكيد هذا في اسباب تانية، هيدا عارض واضح تاني. بس انه تالواحد في عوارض تانية قديش لازم تنوجع يعني تتحس انه خلي لازم يعني انه مغص عادي مثلا؟ عادة نحن مش عم نخوف النساء بس انه كل حالة مش طبيعية، كل ألم مش طبيعي بأسفل البطن افضل تستشير الطبيب. هلا في حالات تستدعي حالات طارئة، يعني هلا عم نحكي نحن اذا انفجر الكيست ايه مثلا هون نحن داغي لازم المرأة حتى لو بقيت واعي لو كنت بس عندها وجع مؤلم مش عارفية مش تسمع من الحدا من الجيران، لازم مفروض اكيد دغري تلفن تستشير الطبيب او تروح على اقرب مستشفى على الطوارئ هونيك بفحصوها بيقدروا يشخصوا بسرعه. بس تيوصل كيس لمرحله انه ينفجر هيك قد ايه بده يكون لها المرأة يمكن مش عاملة تشيك اب عند حكيمه؟ تنقول المرأة مش ضروري يعني ممكن بعد 3 اشهر من زيارة الحكيمه الدوريه. نعطيك مثال بسيط، اذا عندنا اباضه مثلا هلا اليوم عادة بعد 14 يوم إذا ما في حبل كيس البويضة مفروض يدوب ويروح ويجي المعاد. صح. بعض الأحيان ما بيدوب وبيجي المعاد، شهر اللي بعده بده يصير فيه كمان عامل إباضة تاني، هالكيس الصغير عم بيكبر المرأة مش حاسة فيه، بعد فترة بيكبر بس يكبر لحجم معين ببلش يعطي عوارض ساعتها. يعني خلال شهرين ثلاثة ممكن يتكون عندنا كيس بكل سهولة وممكن يعطي عوارض. قديش دكتور هالحالات شائعة يعني نسبتها؟ لكن نسبتها حسب الحالة، يعني هلا مثلا الاندوميتريوز مثلا حالة شائعة كثير وعادة علاج جراحي او هرموني الاثنين سوا، يعني اجمالا علاج ممكن يكون علاج طبي، التشخيص عادة بصير من خلال الكشف السريري من خلال الالترا ساوند من خلال الام ار اي الصورة الرنين المغناطيسي، التشخيص الاساسي بينعمل من خلال المنظار، هلا من خلال المنظار ممكن نعمل جراحة كاملة من خلال المنظار للاندوميتريوز بترافق مع علاج طبي، يعني عادة الاثنين، او بعض الاحيان بنلاقي انه ما في شيء كتير كبير لانه الاندوميتريوز ممكن تسبب الم كتير ونعمل نضول نلاقي بسيطة الاندوميتريوز جوا، يعني في ديسكونكوردونس بين الكلينيك وبين طيب. دكتور السرطان يلي ان كان بالرحم بالمبيض كمان شو عوارضه؟ سرطان عادة عم تحكي عن المبيض والرحم او عنق الرحم يعني طيب. كل لا نحكي عادة بهالمنطقة عنق الرحم صار في شيء اسمه سكرينينج ده بيستاج، يعني عادة اذا المرأة بتجي بتعمل كشف سنوي نسائي بتعمل فحص الازازي، هلا صرنا عم نعمله بالاول كنا كل سنة هلا صرنا شوي كل سنتين عم نتساهل اكثر مع انه افضل يضل كل سنة لسبب انه اذا بنقول للمرأة كل سنتين بس تجي كل سنتين تكشف بقى مع انه هو عادة كل سنتين كافي، هلا اذا بدنا نحكي الجايد لاينز اللي هلا اللي عم نحكي فيهم اخر شيء تحت ال 21 ما بنعمل فحص ازازي لعنق الرحم بين ال 21 وال 29 كنت 3 سنين حتى لو كانت السيدة الصبية ناضجة 29 كنت 3 سنين اوكي فوق 29 كنت 5 سنين بس حتى لو اذا بدنا نلحق هول الجايد لاينز مشكلة مشكلة ما فينا نقولهم للناس لانه بصير معش تجي المرأة عندهم اكثر يعني السنوات هذه هي بصير معش تنفحص بقى بالنسبة لعنق الرحم دونك سرطان عنق الرحم الكشف مبكر كتير أساسي لأنه بجنب المرأة تطور المرض وفينا نعالجه ببداياته بتصح بنسبة 100%. طيب خلينا نرجع لآلام الحوض العادية، أي متى بتكون خطرة على حياة المرأة ولا كله بيتعالج؟ نحن معش كفينا آلام الحوض إن الكيس الآلام مثلا من آلام الحوض الثاني مثلا حبل خارج الرحم حبل خارج الرحم إذا مرأة عندها تأخير بالدورة وعملت تيست وطلعت حبلي مفروض دغري تلفين تاخذ موعد عند الطبيب لحتى تطمن على الحبل لحتى تاخذ ارشادات الحبل اذا تاخرت لحتى تروح ممكن هالشيء يؤدي انه الحبل عم ينمى بالانبوب اللي هو منه مكانه الطبيعي بالاجمال لانه بنسبه اكثر من 90% بيجي بالانبوب اكيد بيجي بالمبيض بيجي بالبطن بيجي باماكن ثانيه مش رح نذكرها هلا بقى اذا انترك الحبل ينما بيوصل لمرحله الانبوب منه ما كان طبيعي ليستوعب الحبل بيفقع بينفجر بيعمل نزيف، يعني ممكن المره هون بك حاله عارض حياتها لخطر لانه بتجي بحاله شوك عم تنزف بشكل قوي بالبطن
عندها هبوط بالضغط، يمكن تكون جاية غايبة عن الوعي، يمكن هذه الحالات اللي أكيد بتشكل خطورة. التواء المبيض مثلا إذا كمان المرأة تركته أو ما دغري راحت عند الحكيم والتشخيص ما تم، عندنا فترة 6 ساعات ل 8 ساعات ممكن نناور فيهم لحتى نتأكد إذا مزبوط هذا التواء بالمبيض، هذا التواء قوي بده علاج سريع ولا لا، عملية جراحية ولا لا. هون ساعتها كمان ممكن تشكل خطر عليها كمان المرأة بالالتواء المبيض، انفجار كيس المبيض كمان ممكن يؤدي لنزيف داخلي كمان. يعني في حالات عادة من قلنا للنسوان وجع كتير قوي بالبطن مترافق مع هبوط بالضغط او حسيت حالي غبتي على الوعي دغري لازم 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 تلازم. يمكن ما بعرف خلاصه كل حديثنا انه كتير مهم كل سيده تتابع حالها دكتور. اكيد. وتشتغل انه عن جد كل سنه تزور طبيبها النسائي لانه حفاظا على صحتها على سلامتها. اكيد. ويمكن مع المامو ابتداء من عمر معين يعني تصير هي عاده صحيه بحياه كل سيده. قلنا فحص الازاز مامو اذا ما نحكيها اذا ما نحكيها عادة نحن بنقول انه فوق الأربعين سنة لازم كل سنة تعمل الماموغرافي. هلا بنعملها مبكرة اي متى؟ في حال عندهم بالعيلة حالات كتير كانسير بالصدر ظهر بعمر مبكر ساعتها بنبلشها بعمر 30 ممكن بنعملها كتلات سنين لخمس سنين. كمان مثل ما قلنا قبل شوي ما فينا نعطي مارج 40 سنة لأنه بصيروا على 50 يبلشوا يعني خلينا نقول 30 ليبلشوا على 40. 30 شوي بكير إذا ما في عندهم سبب أو ما في شيء، وإذا المرأة هي دائما بتعمل فحص هي المهم المرأة تتأيد عن جد يكون عندها الإرادة تفحص كل سنة مبدئيا يعني تكون واعية تعرف صح. أنه لازم تتابع حالها. الهدف من الهودي توعية التوعية للنساء أكيد 100%. دكتور إدمون نحن متشكر حضورك معنا بسجل أخبار الصباح، إن شاء الله يكونوا كل هالسيدات اللي عم بيتابعونا يكونوا عن جد استفادوا من حديثنا معك. أهلا فيك. أهلا. رح منتابع أخبار الصباح وضمن النشاطات الثقافية والمسرحية يلي عم بيشهدها لبنان مسرحية جديدة للمخرج شادي الهبر تحت عنوان نرسيس، عمل درامي سوريالي بيعالج الحرب اللبنانية برؤية جديدة. تفاصيل أكثر منتابع بها التقرير مع الزميلة ماري تريز معلوف. نرسيس أنت كمان ناطر نرسيس؟ تعرفه؟ لا اصناعته. شفتي شي مرة؟ لا بس بيقولوا شعره اسود وعيونه سود وفي على جبينه نجمة. خطاب بيقولوا شعره اشقر وعيونه زرق بس في على جبينه نجمة. ايه مصبوط في على جبينه نجمة. مرة ختيارة وشاب صغير ناطرين نرسيس مثل كتار ما ناطرين نرسيس يلي هو بيمثل عدد كبير من الناس أو مراحل كتيرة بحياتنا أو معاني عديدة بمسرحية نرسيس من بطولات مايا سبعلي ووليد جابر إخراج شادي الهبر والنص مأخوذ عن رواية لديمتري ملكي. نرسيس عم بيقدم نظرة لأحداث بالحرب اللبنانية وأوجاع عديدة ضمن شخصيتين يلي هن كل واحد منهم رح يأدي شخصيات مختلفة بمراحل عمرية مختلفة ويخبروا قصص بعضها من نسج الخيال ولكن بعضها الآخر موجع وهو من الواقع وأحداث حصلت مع المخرج أو مع أحد أقربائه وبيقدموا صورة قاسية عن الحرب اللبنانية. ناطرينه وبهالنطرة بيخبروا خبريات مرقت معهم أو إشي علمت بذاكرتهم وبيصيروا مرات كتير شخصيات يعني إحنا عم نتحول لعدة شخصيات وطبعا الخبر في خبريات من الخيال وفي خبريات مزبوط صارت وهو بيستفيد من خبرتها وهي كمان. النص هو بيحمل كتير كتير معاني إنسانية كتير مهمة وخاصة المعاني والأحاسيس اللي لها علاقة بالحرب وأنا كان بدي أعمل شيء له علاقة بالحرب لأنه بحس إنه الحرب بعد ما حكينا عنها مزبوط مثل ما لازم نحكي عنها. مرة نحن أنا وخيي حتى نشتري رصاصين نقينا لها بحر أخضر ياخذ العرب يزور على خصره وما إشارة. ليش ما نبي حب اللعب؟ دور واحد عدة شخصيات عم تتنقل ما بين دور ختيار دور ولد دور عسكري
عدة أدوار عم تتنقل بالمسرحية مش دور واحد. كل دور اشتغلنا مع المخرج شادي على كيف الشخصية بتتحرك، كيف بتحكي. 30 سنة صار له مكتوب ومطبع بكتاب بوقتها، وهلأ شادي هيك رجع حبه شافه وحبه تعرف عليه. النص شوي رمزي، يعني كل شخصية من الشخصيتين كأنها بتمثل عدة رموز بذات الوقت وبيكملوا بعضهم. نرسيس عمل درامي سوريالي بيخلي كتير من الناس يشعروا انه هن احد هالشخصيات. بدأ على مسرح مونو ومستمر لغاية اخر ادار. ما بحط صوتي بكتب الشرايط بيه لما بيعطيني الهواء. نسيت اقول لك انه بيكونوا عم بيعطوا الشرايط بيه على البراكين. اقول لك بيكونوا شايفين السما بيضا. بيكونوا شايفين السما بيضا. انا ما بعرف